إحساس حلو إنك تكون وسط أهلك وصحابك، وسط ناسك وبيتك، المكان اللي أنت تربيت فيه، كبرت فيه وربنا كرمك بشغل هنا، إحساس كده نقدر نقول عليه إنه دافي. بنفتقد الإحساس ده لو فكرنا إننا نسافر ونشتغل بره. معظم الشباب حلمها في السفر، طموح عندها إن هي تخرج، ولما بتيجي ليهم الفرصة كل واحد فيهم بيلاقي نفسه لوحده، لوحده حتى لو كان هناك صحابه، لأنه هيبدأ يدوق شيء مش تعود عليه، إحساس المسؤولية المزدوجة، إحساس القلق المفرط، إحساس الرضا اللي مجبر عليه، الشيء اللي بتعمله غصب عنك. أي بلد غير بلدك الأساسية هتبقى فيها غريب. ركن الأمان ده أحيانا بينعدم، بياخد وقت طويل لحد ما تحس بيه، لحد ما تبدأ تشم نفسك. كل اللي ما جربش الغربة بيحسن الناس اللي هناك، وهو مش عارف حاجة، مش عارف ان هم مجبرين على حاجات معينة وحاجات كتير قوي، وفقدين حاجات اكتر من اللي قاعد هنا وعايش. امتيازاتك هنا هو بيتمنى ربعها هناك. الفكرة وقتها مش بتبقى فكرة فلوس، الموضوع اعمق من كده، في مشاعر ممكن هو مش يعرف يوصفها ليك، مشاعر احيانا بتوصل انه بيبكي وهو رايح ينام، بيبقى متحمل فوق طاقته بس مش مبين لك، بيبقى راضي في اوقات كتير بحاجات استحالة كان يرضى بيها في بلده، بس في مقابل جملة واحدة بيقولها لنفسه: اثبت نفسك وما تضحكش الناس عليك. في اللي وراه دنيا لما يحب يرجع بلده، لو هيتجوز بقى او هيساعد بيته واسرته، او متجوز وبيظبط مستقبل بيته وولاده، بياخد فترة كده اشبه بالسجن في بعض الامور علشان يرجع رفع راسه لفوق ومش بيحتاج لحد. ملخص اللي عايز اقوله: اوعى تبص للناس دي على انها رايحة تجيب شوية فلوس وهتيجي، اوعى تبص للناس دي على انها عايشة حياتها ومظبطة نفسها هناك، اوعى تبص ليهم بنظرة حسد علشان انت ما تعرفش هو دفع ايه من حياته علشان يعيش. الناس دي مقابل كل جنيه جاية بيه دفعت قصاده فلوس مشاعر وافتقاد وحرمان. الناس دي طالعة رجالة ورجعت رجالة بتشيل اي مسؤولية بعد كده. الغربة فعلا وطن محدش يقدر عليه اللي قده غير اللي قده. ربنا يكرم كل واحد مغترب ويهون عليه حياته ويرجعه لبيته واهله واصحابه وحبايبه واسرته. يا رب يرجعوا كل سلامة ان شاء الله. بس كده.